كريستال عطلة ضيفتي بالاستوديو. أزياء كريستال عطلة تنتعرف عليها وعلى تصاميمها للأزياء الراقية. أهلا وسهلا فيك كريستال. هاي سنتيا. كريستال بالبداية درست تصميم الأزياء بجامعة الأسماد. خبرينا أكثر كيف اخترت مجال تصميم الأزياء وكيف كانت هالتجربة معك؟ هلا إذا بدي بلش قلك هيك شوي، يعني أنا ربيت أوريدي بجو إنه كل عائلتي بالموضة حتى أهلي، يعني فمشان هيك من أنا وعمر كتير صغير كنت عارفة حالي رح أعمل تصميم أزياء، يعني ولا حتى فكرت قبل ما روح وأعمل الميجر. من بعدها فتت على أسماد، درست 3 سنين تصميم وتنفيذ الأزياء وتخرجت منها وبلشت بهذا المجال. يعني تقريبا قد صار لك وقت؟ صار لي لحالي 1.5 سنة، من قبلها كان عندي اكسبيرينس 1 سنة عند مصمم عالمي ولبناني هاد ديزاينر عنده، وحتى مع هذا الشيء عندي اكسبيرينس بإدارة، يعني 6 سنين بالريتيل، بس انه شوي بيختلف عن جو الديزاين اكيد، بس بالحق بعده يعني بتفيد كمان بالتيب يعني اكيد، لانه التصميم كمان بده اداره وبده تسويق. وكمان اشتغلت يعني مع انترناشونال براندز، هذا الشيء يعني كتير بيفيدك وبيخليك تتطور يعني شوي، بيعطيك خبره كمان بعدين بالازياء الجاهزه اللاين تبعك. مزبوط. بالاضافه للاوت كوتور بلشت بالازياء الجاهزه وهي اللي بتعتبر اللي بتناسب التصاميم، بتناسب حياه يوميه تبع كل سيده، هن كاجوال وير. ليه قررت تركزي اكثر شيء على الاوت كوتور اكثر من الازياء الجاهزه؟ هلا انا وقت كنت بالجامعه كنت انه انا وعم بعمل الميجر كنت اعمل هيك توبات واحطهم بكذا بوتيك بلبنان بداون تاون بصيفي فيليج وهيك، انه وهولي انه بيعهم بيكون كتير سريع، بس اذا انا شو بحب اشتغل على اللين الكوتور، بحب انعرف فيها، مش هيك يعني انه الاتوليه تبعي اكثر بيرتكز على الهوت كوتور، انه العالم توسع على تياب، بس ات ذا سيم تايم عندي بريت ابورتي بحطهم ببوتيكات. يعني واليوم الكوليكسيون اللي قدمتيها لربيع وصيف 2011 والتصميمين منهم بشو تميزت؟ هلا اذا بدك هيك شوي احكيكي عن التام تبعها، هي مثل انه حالك عم بقطع فيها، فسميتها أوبودان ريف. هي فرنش وورد يعني بتحكي مثل انه كانه حدود الحلم، انه حالي حسيت فيها اكثر شيء ببينه من الكولرز. هلا هون حاطين واحد شوي غامق، بس انه اجمالا 3/4 الكوليكشن الوانها فاتحه، يعني مثل ابيض، ليلا، جري، سومو، وعندي بوادو روز كمان. اوكي. الالوان بتعتبر الباستيل. باستيل مزبوط، الوانها كلها باستيل. اللوك الستيل يعني دائما انا كثير فيمينين، يعني اذا بتلاقي دائما بحط اون فالور الاشياء الحلوه يعني تبع المره، يعني وكنت كثير رومانتك. مزبوط. ودائما كل قطعه يعني اذا بتلاحظي من هول كلهم هول الديتاي مشغولين انه شغل يدوي يعني على القطع، يعني كل وحده في عندها شغل يدوي معمول وقت تخلص القطعه. يعني حتى من التصميمين الموجودين مبين كل واحد ستيل، بركي واحد رسمه اكثر من واحد، ومبين الشغل ان كان بالدرابي على الصدر بالفستانين او حتى بالحركه بهذا الفستان على الكتف، بحس على اللبس مع سيده مثل ما ذكرت بيعطي هاللوك المزبوط الناعم ونفس الوقت الرومانسي. الاقمشه اللي استخدمتيها شو كانت؟ دائما هلا انا كثير بحب قماشات الحرير، ومثل ما قلت كثير بستعمل درابيلي، هو كثير بيطلع حلو بالحرير، اوريدي الستيل شوي الجريك يعني انا كثير بحبه، يعني فمستعملة حرير. بستعمل الجرسي دائما، عندي انه 2 دريسز انه جرسي لان انا بحبها كثير هالقماشه، مع انه بركي ما بتبيع قد الحرير يعني. والتيل كثير بحب قماشه التيل ودانتيل، يعني هول اكثر شيء قماشات استعملتهم بقلب الكولكشن. والقصات تقريبا شو كانت؟ هلا قصات عندي دائما شغل بالظهر مفتوحين، دائما عندي كاتس يعني يا على الخصر يا شوي تحت الصدر مثل هيدا الفستان، وكلهم كانوا بيهدلوا؟ وكلهم هدلين. هلا اذا بتلاحظي بالكوليكسيون انه هو ستيل واحد، انه ستيل شوي كوتور بس اوروبيان شوي، يعني منه كثير منه الرسمي فيه شك ورسمي وهيك، اكيد بس بينزاد على الطلب اذا حدا بده يعني أكيد. بس بحب انا هيدا اللوك، بس اذا بتلاحظي انه كل واحد شوي ستيله غير تيلائم انه كذا ستايل، بس ضمن انه اطار واحد يعني. واكيد اذا السيده حبت موديل معين نعتبر هذا الفستان لانه بيعتبر اقصر من الفستان الجراي، بتقدر السيده يجي يتنفذ لها تصميم الا اذا بدها اياه طويل وينزل. يعني كل موديل حسب ما بدها الزبون. اكيد مزبوط، دائما المجموعه بتسهل للزبون انه تختار. كان باللون كان يعني نحن هولي، لا انا بعمل هيدا الكولكشن عندي وهي بعدين بصير انا وزبونه بننسق، بركي تكون هي بتغير بالقصه باللون وكله بنعدل يعني تشلي لقمها ويلائم كمان ستيل تبعي يعني. اذا بدك تصنفي بكم كلمه ستيلي كيف بتعرفي عنه؟ رومانتك كثير وكثير فيمينين واليجنت يعني. اصلا مبين من الموضوع اللي عم تقوليه
ببين يعني مجسد بالفستان بكل الفساتين التصاميم كلها. الاعمار عاده عم بتحسي انه في رينج معينه؟ عم بتحسي انه اكثر عم تتوجهي لسيدات الصغار بالعمر او لا ما في مانع تكون سيده كبيره؟ سو فار يعني ب 25 وطلوع هن اللي عم بيجوا لعندي، في نسوان كبار بس اكثر شيء عم بيرتكز يعني بين ال 25 لل 35 عم بيكون هدول الاعمار اكثر شيء يعني عم بيكون شغلي معهم. بس انه فيهم عندي تصاميم تنلبس لناس اكبر يعني من هالعمر يعني. وعادة لما بدك تصممي كولكشن جديدة من شو عادة بتستوحي او كيف بتقرر مثلا هالكولكشن اليوم هيك رح يكون السبيريت تبعولها؟ هلا هو انه اجمالا وقت انت بتعملي كولكشن مثلا مثل هيدي الكولكشن اذا بدي احكي عنها، قلت لك هيدي مثلا مثل حالي هيك حسيت فيها، حسيت انه كثير بتتطابق مع المود اللي بدي فيه بدي اياه، ومن اساسه بلشت اشتغل الالوان والقصات وهيك. بس انه حسب يعني فيك تكوني مسافره مثلا تستوحي من شيء تحسي، فيك تشوفي مرأة على الطريق يعني من حيلا شيء فيك تستوحي لتبلشي يعني الكولكشن. بس دائما عندك مثل نقطه فيك تبلشي منها وتحسي انه هيدي نقطه الانطلاق، وانا خدوا هيدا الشيء انه تتكون مرتكزه كل كولكشن على هيدا السيم يعني. بصير من فكره صغيره ايام بتصير بتلاقي تفاصيل الباقي للكولكشن بتلاقيها كملت كلها بالاخر. ذكرت بالبدايه انه تجاه بالعائله عندكم كنت ربيانه بمجال تصميم الازياء، ولكن في مصمم معين بتحسي اثر كثير فيك او بتحبي له كثير شغله؟ ان جنرال هلا في انه اذا بدي احكي في انترناشونال في لوكال، يعني انترناشونال في البرتا فيريتي كثير بحب تصاميمها وماركيزا كمان، بس اكثر البرتا فيريتي يعني بكل كولكشن في شيء انه بحبه فيها وبلاقي حالي بتصاميمها. لانه اذا بتلاحظي كل الديفيليه تبعها انه عندها شيء دائما كثير فيمينين ورومانتك مع هيك شغل على الديتيل خفيف، يعني كثير بحب اللوك تبعها. هلا اذا بدي احكي لوكال يعني بحب كثير راجح بي استيلو، يعني انه بحسه كمان عنده هيك شيء بذكرني فيه. وبحب كمان باسيل سودا لانه نشاطي مجروحه اشتغلت عنده وبعرف قد ايه بيعطي وقت لكل انه لكل فستان بيعطيه وقته بيشتغل على الديتاي وهيك، فكثير بقدر شغله وبحبه يعني. واخترتي مصممين بالستيل كمان مختلفين كل واحد عنده بصمه خاصه. ايه بحب ستيل فيه انه هيك رومانتك وفيمينين وهيك، وباسيل سودا بيشتغل كثير على الديتاي يعني بحب الطريقه اللي بفكر فيها ليعمل برودكت لو مش منه كثير ستيل يعني. حتى التصميم بيكون فيه هندسه دائما عند باسيل سودا. كثير بيركز على هذا. من مجال التصميم الازياء والمصممين العالميين او حتى المحليين رح انتقل على فتره الجامعه. وفي سؤال دائما هيك بحب اساله انه قد ايه بتختلف بين فتره الجامعه لما المصمم يكون بعده تلميذ وعم بيشتغل ولما يصير لا صار عنده اسمه وترك الجامعه، قد ايه الشغل بيختلف في التصميم بصير طريقه التصميم بتكون مختلفه؟ هلا انا بقول لك من حالي يعني وقت كنت بالجامعه كنت انه بيكون عندك انت افكار وبدك تحطيها وما بدك يعني تغيري فيها ابدا، وهول الالوان اللي انا بحبهم يعني كنه كانوا الوان غامقه اسود وجري اذا يعني ما عندي غير هول، ومتشبصه برايك بتكوني انه هول هن وعم تاخذي تيوري يعني وهيدا ستيلي هيدا ستيلي وكل ما حدا حكي كلمه هيدا ستيلي يعني. بعدين وقت تبلشي تتعرفي على العالم وهيك بستغرب انا يعني كل كوليكسيون بعملها اول فساتين بيجي عليها اوردرات هي اكثر فساتين مثلا احسبها الوانها فلاشي وانا بحب الالوان الاركز، فانه بتصيري تحسي اخر شيء انه بدك تاخذي وتعطي انت والزبونه كرمال تطلعي اخر شيء هي راضيه فيه وانت كمان ما تكوني بعدتي كثير على ذوقك يعني. في تنازلات تعمليها بس انه لحد معين يعني. اكيد يضل في كمان توازن يعني هي تحصل على طلبها وبنفس الوقت تضلك محافظه على ستيلك ولمستك. العروس عاده بتعذبك بهالمجال؟ هلا انا هيدا الكوليكسيون هي كانت اول كوليكشن نزل فيها اول ويدنج دريس، كثير سمبل وكثير انه اوروبي يعني اللوك تبعه، بس اكيد قلت لك انه في يعني انه ينزاد عليه اشياء وهيك تيصير اكثر خارج هيدا، فهي كانت اول اكسبيرينس وعندي يعني اول اوردر، بس حابه اتطور حالي اكثر يعني مثل ما عندي لين بريتا بورتي بنزلها انه بعيده عن الاتوليه، حابه اطور حالي اكثر بمجال الاعراس يعني. وفي كثير عالم بتشجعني ايه اكيد. هو عاده السيدات كمان كثير بهمهم الموضوع مزبوط. يعني بتكون انه هذا الفستان الحلم ايه. لا عندي اصلا انه هلا عندي بروجي انه اشتغل على لين تكون اكثر ويدنجز يعني. بتحس انه بعالمنا الشرقي السيده معقوله تميل لفستان عرس يكون كثير بسيط وناعم؟ انا بقول لك بصراحه حاسه انه هلا حاسه كثير السيدات يعني عم بغيروا شوي يعني انه من سنه غير من هلا، هلا بتحسي اكثر صايرين بسيطين اكثر وسمبل وهيك، انه هيدا الشيء انا بحبه لانه هيدا المود انا بحبه اكثر يعني.
بس انه هذا الشيء بيرجع لكل شخص يعني حسب هو اكيد حسب كمان ذوق كل سيده وبالنهايه عم نميل كمان اكثر للبساطه والقصص العمليه اكثر لانه حياتنا تغيرت ايه حتى هلا بتلاحظي انه اذا بيجيكي عرس ما بتلبسي عليه بدك تلبسي يعني مزبوط من قبل 3 سنين يعني كريستال عم بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله قريبا نشوف كولكشن جديد بريت ابورتي كمان والاوت كوتير لخريف وشتاء 2011 2012 ميرسي لك انت صار وقت ناخذ بريك قصير ونكمل بعد حلقتنا.